السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نكمل معكم مع دروس اللغة الفرنسية للسنة الأولى متوسط صفحة 12 و13 من كتاب الدروس. إذا عجبكم الفيديو ديروا له لايك، ما تنسوش تدعموني باشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والآن نبدأ على بركة الله. J'identifie différents types de textes. أتعرف على أنواع مختلفة من النصوص. Lis attentivement les textes suivants. اقرأ بانتباه النصوص التالية. هنا عندنا ثلاث نصوص. نبدأ مع النص الأول. Pourquoi se laver les mains? لماذا تغسل يديك؟ On se lave les mains parce que les microbes passent facilement d'une personne à une autre. يعني نغسل اليدين لأن الميكروبات تنتقل بسهولة من شخص إلى آخر. De la même manière, بنفس الطريقة. Il passe d'un objet à une personne. يعني تنتقل من شيء إلى شخص. Se laver les mains, يعني تغسل يديك. Se couvrir la bouche, تغطي فمك et le nez وأنفك. Quand on tousse, عندما تسعل. Ou quand on éternue. أو عندما تعبس. Ne permet donc d'éviter d'être malade et de rendre les autres malades. Ni يسمح لنا إذن بتجنب أن نكون مرضى وبجعل الآخرين مرضى. En effet, في الواقع, le toussotement et l'éternuement peuvent transmettre des maladies graves. يعني السعال والعطس يستطيع أن ينقل أمراض خطيرة. شوفوا النص الثاني. Le tabac tue. يعني التبغو يقتل. Quelques 45 personnes décident quotidiennement en Algérie à cause du tabac. يعني يتوفى حوالي 45 شخص يوميا في الجزائر بسبب التبغ. A-t-on appris lors d'une journée de sensibilisation organisée au profit de 120 lycéens de la wilaya d'Oran? يعني تعلمنا خلال يوم التوعية الذي نظم لصالح 120 طالب ثانوي من ولاية وهران. Le professeur Saleh Loulou, chef du service pneumologie de l'établissement hospitalier de cette ville. يعني هو رئيس قسم أمراض الرئة في مؤسسة المستشفى في هذه المدينة. A soutenu que le tabac réduit l'espérance de vie du fumeur de cette année. يعني أيد بأن التبغ يقلل من أمل حياة المدخن يعني بمقدار 7 سنوات. نروح للنص الثالث. ما بغمير غني ديكولي. يعني سنتي الأولى في الدراسة أو عامي الدراسي الأول. Aucun souvenir de ma première année d'école. يعني لا ذكرى في عام الدراسي الأول. Si quand même, إذن مهما يكون. Mais pas des images. لا صور. Des choses plutôt qui me sont entrées dans la peau et que je sens encore physiquement. يعني لا أشياء دخلت جلدي والتي ما زلت أشعر بها جسديا. Si j'y pense, إذا فكرت في الأمر عفوا. L'odeur du réfectoire, par exemple, رائحة المطعم مثلا. Une odeur de propre qui pique un peu le nez. يعني رائحة نظيفة تحك الأنف قليلا. Le savon, الصابون. Le savon fixé à une tige. يعني الصابون مثبت يعني في ساق. Je le serrai fort dans mes petites mains pour en mettre le plus possible. يعني سأضغط عليه جيدا بيدي الصغيرتين لأضع أكبر قدر ممكن. يعني أضع أكبر قدر ممكن من الصابون أو لأضع الكثير من الصابون. Quel luxe! يعني يا لها من رفاهية. Ici lavabo à notre taille. يعني وهذه المغاسل يعني على نفس طولنا. C'est blanc. يعني بيضاء جدا. Avec de bons miroirs. يعني مع مرايا جميلة. نكملوا مع لا باج 13. Je vérifie ma compréhension du texte. أتحقق من فهمي للنص. Réponds en cochant la bonne case. يعني أجب بتشطيب الخانة المناسبة. Dans le texte, il s'agit. يعني في النص يتعلق. De santé, الصحة. D'hygiène, النظافة. D'une agence de presse. يعني وكالة صحافة. D'un roman, يعني حكاية أو قصة. D'une brochure destinée aux enfants, يعني كتيب صغير موجه للأطفال. D'un souvenir d'école, يعني ذكرى في المدرسة. Texte 1, النص الأول. Texte 2, النص الثاني. Texte 3, النص الثالث. هنا بعد ما قرينا النصوص الثلاثة وشرحناهم حنشوفوا كل نص باش يتعلق.
النص اللي يتعلق بالصحة هو النص الأول، النص اللي يتعلق بالنظافة هو كذلك النص الأول، النص اللي يتعلق d'une agence de presse هو النص الثاني، d'un roman حكاية أو قصة النص الثالث، d'une brochure destinée aux enfants يعني كتيب صغير موجه للأطفال هو النص الأول، d'un souvenir d'école اللي يتعلق بالنص اللي يتعلق بذكرى المدرسة هو النص الأخير أو النص الثالث. Quel est le thème commun aux trois textes؟ ما هو الموضوع المشترك بين النصوص الثلاثة؟ Choisis la bonne réponse، اختر الإجابة الصحيحة. Les souvenirs d'école يعني ذكريات المدرسة، la santé الصحة، les dangers du tabac يعني مخاطر التبغ. هنا العنوان المشترك بيناتهم هو la santé الصحة. Complète le tableau suivant en écrivant le titre dans la case qui convient. أكمل الجدول التالي بكتابة العنوان في الخانة المناسبة. Ce texte sert à raconter يحكي يعني يحكي قصة، informer يخبر أو يعلم، expliquer يشرح. Titre du texte عنوان النص. هنا بعد ما قرينا النصوص الثلاثة وكذلك شرحناهم، نشوفوا النص اللي راه يحكي في القصة هو النص الثالث. ما بخميه غاني ديكولي، النص الذي يعلمنا أو يخبرنا، والنص الثاني لو تاباتو، والنص الذي يشرح إكسبليكي هو النص الأول. بوركوا سو لافي لما جو روتيان أحتفظ. Pour raconter une histoire, un souvenir, un événement, on utilise un texte de type narratif. يعني اللي تحكي قصة أو ذكرى أو حدث نستعمل النص ذو النوع السردي. Le texte informatif sert à informer. يعني النص الإخباري يخبر. Le texte explicatif ressemble au texte informatif. يعني النص الشرحي يشبه النص الإخباري à la différence qu'il fournit des explications. يعني يختلف فقط في أنه يقدم شروحات. Le but du texte explicatif يعني هدف النص الشرحي est de traiter le sujet يعني معالجة الموضوع plus en profondeur يعني أكثر عمقا en répondant aux questions يعني بالإجابة على الأسئلة. Pourquoi؟ لماذا؟ et comment؟ كيف؟ وإلى الملتقى إن شاء الله في فيديو جديد ومع السلامة.